دي كان الفريق دائما يعتبر من الفرق المؤخره في الدوري، ومن بعد موسم 98 بدا الفريق يكبر وبدا ليس فقط الاحتفاظ بالكره، لانه الاحتفاظ بالكره من دون جدوى بهذا الشكل قد لا. انا سعيد جدا اقوم بتدريب الفريق واحقق انجازات كبيره في هذه الرياضه. حقق إلكساندر نجاحه عندما كان يتنافس ممثلا للاتحاد. يولو يا سلام يا اولاد. باي باي everybody. The Insider with perspective on today's top trending stories. حالة طويلة من العطاء الفني. Non, est uniquement pédagogique. Mais le jeu est dangereux. La vague, mercredi prochain à 20h50 sur Arte. P1 race lead from GD Environmental with IFX third. Again, driving quite quick, looking for a good pass. It's a leader, always thinking on the game. Someone he arrives in all the rest, every day in the dressing room with, you know it, with his ideas about football, about his team, about his teammates. On the right side, the great. Oh, المفاجأة لهذا الموسم هي نوعية المواهب. غانم لا تخليونها لا يقتلوها، احكي معه هلا بسرعة. أنا بثق فيه جدا، لكن فريد هو اللي مسؤول عن كل حاجة، وداليا مسؤولة عن كل حاجة في البيت. أنا عارفة إن داليا تعبانة معاه ومستحملة لخبطته في كل حاجة، غير إنها كمان ظبطت له حياته. والله في الطريق يا شهد، ما أنتي بقى عارفة
عقبال ما نايمت شهد وسليم. محمود بيه خطوه عزيزه. With a new family of reporters based around the globe investigating the biggest stories in travel. There seems to be a huge divide between tourists